متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. ما زالت أسواق الذهب تشهد تقلبات حادة ما بين الارتفاع والانخفاض بشكل مفاجئ في الأسعار. فبعد الارتفاع الذي شهدته معاملات يوم أمس الخميس، أعادت الأسعار للانخفاض في معاملات اليوم الجمعة 28 من شهر أغسطس الجاري، وجاءت على النحو التالي: سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 969 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 848 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 727 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 565 جنيها. أما الجنيه الذهبي فسجل نحو 6784 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية الذهبية في البورصات العالمية نحو 1929 دولار. ومن الجدير بالذكر أن أسعار المشغولات الذهبية تزيد عن أسعار الذهب الرسمية فيما يتراوح ما بين 24 إلى 60 جنيها قيمة المصنعية والدمغة التي يحصل عليها التجار أو أصحاب محلات الساغة. نذكركم متابعينا بأن لا تنسوا دعمنا تحفيزا لنا على الاستمرار، وذلك من خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير.